طيب شوربة البصل زي ما بقول كتير قوي بيخافوا يعملوها عشان البصل يمرر، البصل يتحرق منهم. عايزة اقول لكم هي بسيطة وسهلة جدا، ومكوناتها كمان بسيطة، مش محتاجة حاجة قوي، ومغذية وطعمها حلو قوي، وبتدفي كده في الشتاء. اول حاجة بس عايزة ايه، احط الزبدة دي اسيحها واطلعها كده. طيب دي اول حاجة. مقادير بقى شوربة البصل عبارة عن ايه؟ عبارة عن بصل ابيض، اهم حاجة يبقى ابيض متقطع كده شرايح، تبقى تخينة شوية يعني. بصوا كده، بصوا على ايدي اهو، شرايح كده بالسكينة نص سنتي خلاص. وجبنة بارميجان مفيش مشكلة، لو مش موجودة ممكن نحط جبنة رومي خلاص. معانا سكر، ومعانا بودرة ثوم، معانا جوزة الطيب، معانا بهارات، معانا كريمة، معانا مرقة. انا هنا جايبة النهاردة مرقة خضروات. طيب هنعمل ايه بقى في شوربة البصل؟ اول حاجة هنحط في الحلة بتاعتنا، انا بس هنا عاملاها قليلة وقطي عشان تشوفوا الخطوات ماشي. الطريقة اللي هعمل بيها دي ساعة على النار، ساعة على نار هادية مع الاستمرار في التقليب. هنحط كده بصل ماشي اهو، مع سكر بني خلاص، مع سكر بني. ليه سكر بني؟ السكر بني عايزة اقول لكم في نسبة عسل اسود بتسكر لي الشوربة من غير ما تمررها، وكمان طبعا بنستفيد بفوائده. انا بحبك جدا يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. قولي لي، مش عايز تساليني على حاجه؟ النهارده عاملين صينيه بطاطس بالفراخ وشوربه بصل. بصوا بقى دي بعد ساعه تقليب. بصوا بقى لونه عامل ازاي اهو اهو، بعد ساعه تقليب مستمر وبالراحه خالص. بهارات، رشة جوزة الطيب، وانا حاطة مكعبين مرقة خضروات. احلى لما يبقى مرقة خضار. هحط له دلوقتي المية المغلية، ومفروض نسيبه نص ساعة في المية دي لغاية ما يدبل ويستوي اكتر خلاص اهو. لو عايزين وافتح من كده برضو مفيش مشكلة، يعني لو عايزين شوربة البصل افتح من كده يعني، دي بقى حرية شخصية ليكوا انتوا اهو. بصوا الزبدة هنعملها كده في العيش زي ما انتوا شايفين كده ماشي. هتنبسطوا جدا بالموضوع ده، انا شخصيا بحب قوي العيش ده. إيه الزبدة سايحة؟ لا مالها؟ حطيت زبدة سايحة اهو، وبودرة ثوم، انا نسيت احط بودرة الثوم. وهنحط ايه العيش كده فيها، وهنسيبه بقى في الفرن لحد انهي بولة. ابتدي بقى احط لها رشة جوزة الطيب، جوزة الطيب مش كتير، والسبع بهارات، وبرده حبة صغيرين قوي من بودرة الثوم، واقلب بالطريقة دي. دلوقتي بصوا انا هحط بالظبط معلقتين مية على البصل عشان ابتدى، عشان احنا حطينا سكر كمان. بصوا ابتدى يبقى لونه ايه، شايفين؟ ونسيبه ايه شوية كمان، يعني ده ما شاء الله عايز اقول لكم استوى بسرعة. نبتدي بقى نعمل ايه، نحط كده الجبنة اهو حبة صغيرين، وهقفل الفرن عشان انا يا دوبك عايزة الجبنة تسيح خلاص اهو. بصوا بقى هنعمل ايه، هنحط حبة كريمة كده حلوين. ممكن يعني زمان كانوا بيدوبوا دقيق في اللبن ويحطوها، دلوقتي الاسهل هنحط كريمة خلاص اهو. ممكن طبعا الشوربة دي تبقى صيام، هنحط مرقة الخضار كده عادي، وهنعمل البصل كده عادي، بس هنحطه في معلقة زيت، ومش هيفرق في الطعم قوي، هيبقى حلو برضو خلاص. وبعد كده نعمل ايه، هنحط مرقة الخضار ونحط عليه مية، ونسيبه يغلي، وعشان يدينا اللون ده هنحط كريمر مع مية، هنحط كريمر مع مية وندوبه ونحطه على شوربة البصل لو احنا نفسنا فيها قوي. نحط كده شوية مرقة.
نحط كده طيب نعمل ايه نحط هنا كمان هنفتكس بقى للناس اللي ما بتحبش تشوف البصل او يبقى شكله كده عايم كده فوق الوش في ناس كتير دلوقتي قالت لي لا احنا مش بنحبها كده طيب انا هقول لكم على طريقه ثانيه اهو نجيب كده البصل اللي احنا عملناه مع الكريمه وهنخفي بقى البصل خالص في الخلاط بقى في الهاند بالهاند بلندر اللي انتوا عايزينه يعني الخلاط اوكي والهاند بلندر اوكي الكبه مش هتنفع قوي لانها مش هتخفي البصل خلاص هنعمله كده بصوا بصوا اهي اتفرجوا عليها كده اهي بصوا اهي دي بعد لما اتفرمت